ترسم الآليات العسكرية التركية خطوطا جديدة وبأسلوب مغاير لما كان عليه الوضع على مدار الأعوام الثلاثة الماضية في شمال غربي سوريا وتحديدا جنوبي إدلب الذي بات اليوم يضم ثلث القوة التركية الكبيرة الموجودة في عموم المنطقة. جدار دفاعي أو ناري أو خط الموت هي تسميات تعبر عن الاستراتيجية التركية في إدلب، استراتيجية يلفها الغموض مع تسلسلها المتزامن من سحب القوات والمعدات من النقاط المحاصرة وتعزيز الانتشار على كامل خطوط الاشتباك الممكنة في جبل الزاوية الذي بات اليوم أشبه بثكنة عسكرية. من الممكن أن تتعايش مع أجواء حرب لمدى طويل دونما حاجة لدعم أو مساندة من خارج الخط. في إدلب تبنى جدران دفاعية ذات قدرة عالية تشي بأن الاستقرار قد لا يحدث دونما ضوضاء أو بناء على اتفاق، فقد يكون بحاجة لفرض بقوة السلاح، وهو منطق وجدت تركيا فيه نجاعة في كل من ليبيا وأذربيجان. فهل يكون لإدلب دور في التنفيذ لذات المخطط؟ أهلا بكم في مؤشر الحدث. تعزز أنقرة في الفترة الأخيرة من وجودها العسكري في ريف إدلب الجنوبي وتحديدا في جبل الزاوية، وذلك من خلال نشر طوق من النقاط والقواعد العسكرية المدعمة بالسلاح والجنود. وبدأت تركيا بهذه الخطوة بعد الاتفاق الأخير مع موسكو على وقف إطلاق النار الذي جاء بعد تصعيد عسكري لقوات النظام أدى إلى خسارة مواقع استراتيجية للمعارضة واشتباك بين قوات النظام والجيش التركي. نتابع المزيد في التقرير التالي ونعود للنقاش. تموضع عسكري جديد بدأته تركيا في إدلب، تعزيزات عسكرية مكثفة في الريف الجنوبي وتحديدا في منطقة جبل الزاوية الاستراتيجية والتي تكشف وترصد بشكل واضح انتشار وتحركات قوات النظام وتلك الميليشيات المدعومة من روسيا وإيران. التعزيزات التركية اختارت تلالا استراتيجية قرب خطوط التماس مع قوات النظام جنوب جبل الزاوية وشرقه، وآخر القواعد التي أنشأها الجيش التركي كانت في قمة تل بدران الواقعة في بلدة كنصفرة، والتي تتميز بموقع يبعد عن مناطق سيطرة قوات النظام 3 كيلومترات، كما أنه يرصد مواقع انتشاره ولا سيما في مدينة كفرنبل وبلدة حزارين المجاورة. هي خريطة جديدة للوجود العسكري التركي في إدلب، حيث وصل عدد النقاط والقواعد العسكرية التركية في جبل الزاوية إلى 20 من أصل 60 في الشمال، أبرزها في تل النبي أيوب، وتنتشر باقي النقاط في شنان وبلدة سرجة وإحسم وبليون ودير سنبل وفريكيا وتل معراتة وقوفقين وترعان ومعرزاف ونحلة، وأيضا نقاط معترم والقياسات ومدرسة بسنقول ومحنبل القريبة من الطريق الدولي إنفار. وبموازاة إنشاء القواعد الجديدة، شرعت تركيا بإخلاء عدد من قواعدها العسكرية في المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام في أرياف إدلب وحماة وحلب، ونقل معداتها نحو نقاط انتشار فصائل المعارضة في جبل الزاوية. هذه النقاط بعد تعزيزها بالجنود والسلاح الهجومي والسواتر باتت بمثابة جدار عازل في وجه محاولات النظام وروسيا التقدم والسيطرة عسكريا على جبل الزاوية ذي الموقع المهم، وهو يعتبر صلة الوصل بين ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي الغربي، كما أنه يرصد مساحات واسعة في جميع الاتجاهات، فضلا عن إشرافه على الطريقين الدوليين حلب اللاذقية M4 وحلب دمشق M5. هي خطوة تركية متقدمة ترسم خطوطا حمراء في إدلب لن تسمح بتجاوزها، وتحمل مؤشرات لاستعداد أنقرة لأي سيناريوهات تدفعها لخوض مواجهة عسكرية مباشرة مع قوات النظام في حال حاولت التقدم باتجاه جبل الزاوية وخرق اتفاق وقف إطلاق النار بين تركيا وروسيا.
لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيوفي دكتور عمارة القحفة، المدير التنفيذي لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية عبر سكايب من اسطنبول، والعقيد عبد الجبار العقيدي الخبير العسكري من غازي عنتاب، والدكتور علي بكير أستاذ العلاقات الدولية في مركز ابن خلدون بجامعة قطر من الدوحة عبر سكايب أيضا. أرحب بكم جميعا، وأبدأ معك عقيد عبد الجبار. إذا كما تحدث التقرير فإن هناك ما يشكل جدارا عسكريا الآن في جبل الزاوية، هكذا وصفه المراقبون. ما هي سمات هذا الانتشار العسكري؟ ما هو فرقه عن أشكال أخرى استخدمتها تركيا سابقا في المنطقة، ومنها نقاط المراقبة؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام. تركيا تستعد لكل الاحتمالات ولكل السيناريوهات من قبل النظام ومن قبل الروس أيضا، فنحن نعلم بأن الأتراك سحبوا نقاط المراقبة الموجودة في مناطق سيطرة النظام التي دخلها العام الماضي في اجتياحه الأخير للمنطقة وسيطر على مناطق كثيرة وعلى الطريق الدولي انفاق. وبالتالي تركيا تستعد لهذه الاحتمالات، تركيا دائما تستعد، واضح بأن خطتها هي دفاعية هجومية بنفس الوقت، تستعد للدفاع في حال حاول النظام التقدم باتجاه جبل الزاوية، باتجاه جبل شحشبو، باتجاه الغاب، سهل الغاب، وبالتالي إذا سيطر لا سمح الله على جبل الزاوية، وهذا صعب جدا نتيجة وعورة هذه المنطقة والتضاريس القاسية جدا، يعني طبيعة هذه المنطقة الجبلية، وبالتالي ستكون إدلب. يعني إذا نتحدث هنا عن مهام جديدة كليا لهذه النقاط العسكرية تفوق بكثير ما شاهدناه لنقاط المراقبة، نتحدث عن أسلوب جديد أو شكل جديد من أشكال الوجود العسكري. يعني النقاط كانت في السابق هي عبارة عن نقاط مراقبة، مراقبة لوقف إطلاق النار، ليست نقاط قتالية، ليست مجهزة للهجوم أو للدفاع، وبالتالي هي سحبت هذه النقاط تحسبا حتى لا تكون محاصرة وحتى لا تكون يكون الجنود فيها رهائن لدى النظام ولدى الميليشيات التابعة لها. سحبها باتجاه جبل الزاوية هو مؤشر حقيقة، وهو ما أغضب الروس والنظام بأنها لم تنسحب إلى خارج المنطقة وإنما انسحبت إلى جبل الزاوية جنوب الإنفور، وبالتالي اتخذت مواقع دفاعية وأيضا حصنت، وكان هناك تحصينات كبيرة وخنادق وشق طرقات في المنطقة لوصول التعزيزات ووصول القوى طبعا لهذه المناطق، بالإضافة إلى قوات الثورة السورية والفصائل المسلحة. وبالتالي يعني هنا هذه النقاط شكل النقاط القتالية وليست نقاط المراقبة الجاهزة لصد أي هجوم والانتقال إلى الهجوم المعاكس بدل من الدفاع إلى الهجوم المحادث. يعني أيضا من السمات المميزة ربما لهذا الانتشار والتي كتب عنها هو الفروق المكانية الضئيلة بين هذه النقاط، يعني كانت نقاط المراقبة تبدو بشكل مبعثر ومتباعد أكثر، ربما الآن نحن نتحدث عن ما يشبه جدار حقيقي كما شاهدنا في التقرير. نعم هذا صحيح، يعني في منطقة صغيرة جدا جبل الزاوية، ليست جغرافيا كبيرة جدا، ولكن يوجد فيها 20 نقطة مراقبة، نقطة قتالية الآن أصبحت ليست نقاط مراقبة، وقواعد عسكرية كبيرة ضخمة تضم كافة الأسلحة وكافة المعدات والسلاح الثقيل ووسائط الدفاع الجوي أيضا التي أصبحت منتشرة في هذه المنطقة، وبالتالي يعني الاستعداد للمعركة هو يجنب حدوثها، وبالتالي ربما الأتراك من هذا المنطلق تجنبا لوقوع أي معركة يستعدون لها بشكل جيد ويوحون بالعصا للنظام حتى يتجنب أي اشتباك مع الأتراك، لأن لهم تجربة في شباط الماضي والخسائر الكبيرة التي كبدها النظام على يد القوات التركية والطائرات المسيرة. دكتور علي، هل تتفق مع فكرة العقيد عبد الجبار بموضوع أن تركيا تتأهب لمعركة بشكل أو بآخر، أم أن هناك أهدافا تركية أخرى من هذا الانتشار في جبل الزاوية؟ مساء الخير لك يا ضيوفي الكرام والسادة المشاهدين. أتفق في جزء كبير يعني مع ما قاله الضيف الكريم، أعتقد أن إعادة التموضع التركية هذه يعني لديها دوافع داخلية تتعلق بالوضع السوري والمعطيات الداخلية في سوريا، وجزء أيضا كبير منها اعتقادي يتعلق بالتحولات في العلاقة الدولية، في العلاقات الدولية لا سيما وضع الولايات المتحدة الأمريكية خلال المرحلة القادمة.
أنا أعتقد أنه إذا ما استطاعت تركيا أن تبني نوعا من التفاهم مع الجانب الأمريكي، فهذا سيؤدي بالضرورة إلى تضرر العلاقات التركية الروسية، وستسعى طبعا موسكو إلى الضغط على تركيا من خلال ساحات متعددة، أهمها وأولها هو الساحة السورية. ونحن نعلم أن النظام الأسد وأيضا إيران وميليشياتها تتربص وتنتظر الوقت المناسب أيضا لاستكمال قضم الأراضي في إدلب كما كان قد جرى في العام 2019. وبالتالي قراءة هذه التحولات الداخلية والخارجية دفعت تركيا باعتقادي إلى إعادة النظر في موضوعها الداخلي وسحب النقاط التي لم يعد لها أهمية استراتيجية في حقيقة الأمر، سواء في عملية كما قال العقيد، يعني هي ليست نقاط قتالية، ليست دفاعية أو هجومية، وإنما مجرد نقاط مراقبة، وبالتالي إبقاؤها في مكانها هو في حقيقة الأمر عامل سلبي بالنسبة لتركيا، لأنها قد تسقط في أيدي النظام بشكل سريع وتتحول إلى رهينة. وبالتالي عدد التموضع هذه تتيح للجانب التركي أولا تحديد خطوطه الحمراء جغرافيا على الأرض دون الإعلان سياسيا عنها، والأمر الثاني أيضا بالرغم من أنها تتخذ طابع دفاعي في شكلها الجديد، إلا أنها أيضا قادرة على القيام بعمليات هجومية في حال قررت روسيا والنظام وإيران في مرحلة ما القيام بعمليات هجومية، لأننا نعلم أيضا أن الإدارة الأمريكية القادمة لديها مصلحة في تحقيق اتفاق مع إيران، وإذا ما حصل مثل هذا الأمر فالجانب الإيراني سيرى نفسه في موضع أفضل داخل سوريا، ربما يحاول أن يعكس يعني دوره من الدفاع إلى الهجوم، وبالتالي وإيران متواجدة على كامل خطوط التماس. على كل الموضوع أمريكا يعني سأستفيض معك فيه لاحقا، تحدثت عن أن تركيا تريد تحديد خطوط حمراء على الأرض، هذا أحد أسبابها ربما من الانتشار، مثل ماذا هذه الخطوط؟ مثل أنه يمنع أن يقوم الجانب الروسي سواء بشكل مباشر أو عبر إعاز النظام والإيرانيين بالتقدم لقضم المزيد من الأراضي، مستغلين طبعا الظروف الميدانية السابقة. أما الآن تشكيل يعني مثل هذا السيناريو سيصبح بالتأكيد صعب، لأن هناك خسائر قد تكون يعني أخذت في الحسابات أي من الطرفين المهاجمين، وبالتالي الجانب التركي يحاول أن يردع بشكل استباقي أي إمكانية لقيام مثل هذا الأمر، لكن أعتقد أنه يريد أن يرسم الخطوط الحمراء جغرافيا دون الإعلان عنها رسميا، لأن ذلك قد يسبب مشاكل أيضا مع الجانب الروسي. هذه الفكرة ربما تلتقي مع فكرة مرت في التقرير، وهي نزوع تركيا الآن إلى محاولة فرض القوة العسكرية إلى جانب المحادثات وإلى جانب الدبلوماسية، لكن تركيا في هذه المنطقة تصطدم بعقبة وجودها غير الشرعي في سوريا كما يراه غالبية المجتمع الدولي، كيف يمكن حل هذه الإشكالية لاسيما أن القوات قد أصبحت ضخمة في هذه المنطقة دكتور؟ طبعا هذه يعني مشكلة كبيرة بالنسبة إلى السياسة الخارجية التركية، لأنها تحتاج إلى تبرير من الناحية الشرعية، لكن كما تعلمون أنتم السياسة الدولية تقوم بالتف على القوة، ومن يمتلك القوة هو الذي يستطيع أن يفرض طبعا شروطه على الأرض. من ناحية التبرير التركي باستطاعته طبعا أن يستخدم، وهو يستخدم هذا التبرير، حماية الأمن القومي التركي من الهجمات التي تأتي من الداخل السوري سواء عبر الميليشيات أو الجماعات الإرهابية داعش أو PKK أو YPG أو PYD، أو من خلال أيضا التهديدات التي قد تأتي من خلال الدفع باتجاه هجرات نزوح كبيرة لأكثر من 2 مليون سوري إلى داخل الأراضي التركية. هذا يشكل تهديد ليس فقط على الصعيد الأمني وإنما على الصعيد أيضا السياسي والاقتصادي على صعيد الموارد، وبالتالي هناك ذريعة يمكن التحجج بها، وأيضا يمكن للمجتمع الدولي أن يتفهم ذلك إذا ما كان هناك نية في التفاهم بطبيعة الحال. ذلك أعتقد أن الجانب التركي لازال متمسك بهذه العناوين العريضة، وهو يمتلك الحق طبعا في استخدامها للدفاع عن نفسه وعن في نهاية المطاف، ولا يريد لمن تبقى من السوريين في هذه المنطقة أن ينزحوا أو يلجأوا إلى داخل تركيا، لأنها تشكل تهديد كبير. دكتور عمار، ما الذي سينتج عن هذا الانتشار؟ ما الذي سنتوقعه لا سيما على الصعيد السوري؟ يعني تحدث الدكتور علي الآن ما قد يعود من هذا الانتشار على تركيا، سواء من حيث سياستها الخارجية أو حتى مداخلاتها في السياق السوري. هل نتوقع استقرارا أكبر للمدنيين في هذه المنطقة؟ نحن نتحدث عن مساحات كبيرة قد خسرتها المعارضة الآن.
يعني يبدو في الوقت الراهن سيكون هناك استقرار نوعي، لا أقصد نوعي، نسبي، وبالتالي قد نتوقع بعض المناوشات الروسية أو الإيرانية من هنا وهناك، لكن يبدو أن في هذه المرحلة لا يوجد مصلحة لدى روسيا بفتح معركة جديدة مع تركيا، خاصة أن المعارك في أذربيجان ومناطق أخرى لم تهدأ بعد أو هدأت نسبيا أيضا ولا زالت في مرحلة حرجة، وبالتالي لا أرى حاليا على الأقل مصلحة. لكن يعني للأسف هناك كثيرون يطرحون، أو الكثير ممن يطرح سيناريو غزة، بمعنى يعني كل فترة يتم هناك قصف ثم يهدأ ثم قصف ثم يهدأ، ولكن الحدود رسمت، بمعنى أن الحدود كما تفضل الزملاء الكرام، الحدود العسكرية والأمنية يبدو أنها رسمت، لأن تركيا لا تريد تعريض باب الهوى أو أي من المناطق شمال الأنفور لتهديد جديد، وبالتالي تعزيز المناطق جنوب الأنفور كجبهة أمامية صامدة حتى لا يتعرضوا للابتزاز الروسي مجددا كما حصل سابقا، ولا الابتزاز الإيراني أيضا في حال حصل أي انفراج على الطرف الإيراني من حيث العقوبات أو من حيث العلاقات مع أمريكا أو غيرها من الدول. طب ما السياق الذي يمكن أن تصل تركيا بعده إلى هذه النتيجة وتمثلها على الأرض؟ هل نتحدث عن اتفاق معين مع الروس؟ لأن موضوع جنوب الأنفور كان محل نزاع، وجبل الزاوية حاولت روسيا مرارا الدخول إليه ويكشفها ويكشف منشآتها في الساحل ويكشف الطريقين الدوليين أيضا. يعني يبدو أن السياسة التركية خلال السنوات الماضية تتجه دائما نحو تجاوز التأخير السابق في السنوات الأولى من الثورة، ومحاولة المبادرة ومحاولة استباق الحدث. يعني نرى هذا أو أشاهد على الأقل مزيدا من الحرص ومزيدا من المبادرة لمنع أي تقدم من الطرف الآخر، وبالتالي كل التحركات التي حصلت مؤخرا في مناطق إدلب وأيضا المناوشات التي تحدث يوميا، صار يعني يوميا هناك رد لمحاولات هجوم هنا وهناك، سواء كان من جبهة النظام أو من جبهة إيران أو من جبهة البي واي دي في تل رفعت ومنبج. الجيش التركي لم يعد يهدأ، بمعنى لم يعد يتحمل ولا ربع صاروخ باتجاهه، وبات يثبت نفسه بمنطق القوة ومنطق أنه لن يتساهل مع أي تسلل أو أي محاولات لإشعال فتيل هذه الأزمة. نعم، لا يعني لكن كان هناك خروقات لفترة طويلة من الزمن لم يفهم سببها وعدم الرد عليها. أعقب ذلك ما بدأ من انتشار في أنه في سياق معين، يعني السياق الزمني هل كان له أي دلالة دكتور؟ يعني باعتقادي هناك رد يومي على كل ما يحصل، ربما لا يكتب في الإعلام، لكن أنا أعرف مثلا في مناطق عزاز ومناطق أخرى الرد يوميا على صواريخ تأتي من طرف البي واي دي يوميا وساعيا، يعني في نفس اللحظة التي يتم إطلاق رصاصة يطلق صاروخ تجاهها أو مدفع، وبالتالي هذا الأمر أيضا مستمر في تلك المناطق، لكن باعتبارها للأسف صارت أمر يومي لم تعد خبرا على الشاشات أو على الصحافة، وأهل المناطق يعرفون طيب. أنه هذا صوت صاروخ كذا، هذا صوت ضرب الرد التركي إليه، وهذا صوت كذا وكذا، يعني بات الأمر مع كل أسف. وهذا يعني لا أريد أن أشبهه بإخواننا في غزة، ولكن هي مناطق عمليا محاصرة من الطرف العدو بين قوسين ومن طرف الصديق التركي، وبالتالي هناك مناوشات شبه يومية. هذا سيناريو قابل للنقاش دكتور، لكن فقط قد يعني من أجل أن لا نجتاز هذه النقطة دون التعقيب عليها، خلال الشهور الماضية حتى الضباط الأتراك الموجودون في نقاط المراقبة في تواصلهم مع الأهالي كان هناك حديث عن عودة للأهالي، موضوع العودة إلى هذه المنطقة كيف يمكن تصوره الآن؟ يعني لا يبدو أن هناك يعني عودة حقيقية لمناطق جنوب التواجد التركي، بمعنى المناطق التي استلمها النظام. كان هناك حديث بداية قبل اتفاق سوتشي أنه من الممكن أن يعود من هجر من معركة النعمان أو سراقب أو غيرها، لكن يبدو أن هذا
رسمت خطوط دولية جديدة عسكرية أمنية. لا أتوقع العودة إلى مناطق كفرنبل أو سراقب، بكل أسف هؤلاء أصبحوا على الحدود التركية، ومنهم من دخل ومنهم من ذهب إلى أوروبا وغيره. لكن المناطق التي الآن يحصنها الجيش التركي حاليا على الأقل لا تشهد نزوحا، وقد تشهد عودة لبعض الناس إلى مناطقهم، وهناك عدد لا بأس به قد رجع إلى المناطق خاصة بوجود تعزيزات الجيش التركي. طيب عقيد عبد الجبار، يعني أود منك تفصيلا للأهمية الميدانية لهذه المنطقة. يعني الآن الروس والنظام بعد محاولات للعودة إليها قد يعني يبدو أنها سحبت من أيديهم كما تفضلت أنت منذ قليل، ولم يعد هناك إمكانية لعودتها. يعني تبدو المنطقة تتجه إلى أن تكون منطقة نفوذ تركي بحتة. ما هي الأهمية، ما هي الميزة التي تحملها هذه المنطقة لتكون محل أنظار الجميع؟ يعني كلنا يعرف منطقة جبل الزاوية بشكل جيد، هي من أوعر المناطق في سوريا وخاصة عسكريا، منطقة إذا أراد العدو النظام ومعه الميليشيات اقتحام هذه المنطقة ربما يحتاج إلى أشهر عديدة ويتكبد خسائر كبيرة جدا رغم ما يمتلك من سلاح وقوة عسكرية كبيرة. فبالتالي هذه المنطقة منطقة محصنة، منطقة وعرة، منطقة ذات طبيعة جغرافية قاسية جدا، والأهم من ذلك هي منطقة مرتفعة، هي أعلى المناطق ومشرفة على الطريقين الدوليين N4 وN5، مشرفة على معرة النعمان، مشرفة على كفرنبل، مشرفة من الجهة الأخرى على سهل الغاب، وبالتالي المناطق الممتدة إلى جسر الشغور. وبالتالي هي مناطق قوات النظام مكشوفة بالنسبة للقوات التركية وللفصائل الثورة الموجودة في المنطقة. وبالتالي يعني النظام ومعه الروس بالتأكيد ربما سيحاولون جاهدا ويحاولون المستحيل للحصول أو السيطرة على هذه المناطق، ولكن بنفس الوقت لا يمكن لتركيا أن تتخلى عن هذه المنطقة الاستراتيجية ولو مهما كلفها، لأن سقوط هذه المنطقة يعني سقوط كافة المناطق، سقوط حتى إدلب المدينة، ربما سقوط حتى معبر باب الهوى، وبالتالي مزيد من النزوح، مزيد من الكوارث، مزيد من الضغط على الجانب التركي داخليا وخارجيا، وأيضا وبالتالي يعني سقوط كافة التفاهمات الروسية التركية، إن كان في أستانا وإن كان في سوتشي أو الاتفاق الأخير في 5 آذار الماضي، وبالتالي سقوط كافة الاتفاقيات، وبالتالي مع هذا يعني العودة إلى حالة الحرب وعدم الاستقرار ويعني الذهاب التفاهمات الروسية التركية. يعني تتوقع ذلك؟ يعني تتوقع أن يكون هناك الآن رد فعل روسي، تغيير في قواعد الاشتباك التي كان الطرفان متفاهمين عليها لفترة زمنية؟ لا أبدا، لا أتوقع أبدا أي تغيير في قواعد الاشتباك. الطرفين الروسي والتركي حريصين على الحفاظ على قواعد الاشتباك، على عدم المواجهة المباشرة بين القوات. أيضا بالأصل هو الروس ليس لديهم قوات على الأرض، ولا أتوقع أنهم يرغبون بوجود قوات على الأرض، لديهم تجربة مريرة في أفغانستان أيام الاتحاد السوفيتي في 79 حتى 89، وبالتالي لا يمكن للروس أن يعني أن يتواجدوا بقواتهم على الأرض، ولكن بنفس الوقت لن يتوقف القصف اليومي على فصائل المعارضة وعلى المدنيين لتحقيق ضغوط معينة، وقالها لافروف بأنه لن يتوقف. في أي مدى تتوقع يعني تتوقع استمرار الخروقات داخل المنطقة وراء الجدار الذي تحاول تركيا القيام به؟ هل يمكن أن يتجاوز القصف هذه الحدود؟ يعني وجهة نظري لن يتوقف هذا القصف، لن تتوقف هذه التجاوزات وهذه الخروقات من قبل النظام ومن قبل الروس والميليشيات الإيرانية، ولكن ضمن حدود ألا يكون هناك مجابهة مباشرة بين الروس. إيران قد يسأل عن موقفها عن الأرض، يعني ربما نعود إلى ذلك بعد قليل. نعم دكتور علي، أثار ضيفي من إسطنبول منذ قليل موضوع الوضع المشابه
بين إدلب وغزة، هل ترجح سيناريو كهذا؟ هل يبدو هذا الانتشار التركي وكأنه يرسم حدوداً لأي فترة لا ممكنة لسوريا لاحقاً؟ يعني لا أعرف إذا كان بالإمكان يعني إجراء مقارنة بين الوضع في غزة والوضع في إدلب. لا أميل إلى يعني مثل هذا التصور. الأمر الآخر أنه لا أيضا لا أعتقد أن الجانب التركي يفضل موضوع فدرلة. هذا الموضوع أيضا لديه إشكاليات ليس فقط فيما يتعلق بالوضع داخل سوريا، وإنما أيضا هناك حساسية. الجانب التركي دائما ينظر إلى مشاريع الفدرلة هذه على أنها مشاريع تقسيم، وأن التقسيم في نهاية المطاف إذا ما حصل سواء فيما يتعلق بالعراق أو فيما يتعلق بسوريا فأنه سيطال عاجلا أم آجلا أيضا الجانب التركي. هناك طبعا التاريخ يعيد نفسه من هذه الزاوية. الجانب التركي يستذكر كيف كانت هناك محاولات لتقسيم تركيا مع اجتياح عدة قوى دولية قبل الاستقلال، وبالتالي هذه المسألة حساسة ومخيفة بالنسبة للجانب. أيضا يعني ليس هناك مشاريع فدرالة حقيقية في العالم العربي حتى نقول أن هناك تجربة والله يعني ممتازة ويجب أن نبني عليها. وعادة مثل هذه المشاريع ما تغطي عيوبا يعني تحتها كعيوب كالفصل مثلا على أساس قومي أو أساس عرقي أو على أساس طائفي. يعني هو الموضوع القومي لا شك حساس بالنسبة لتركيا، لا سيما بالنسبة للشرق السوري ووجود قوات سوريا الديمقراطية طبعا هناك. لكن يعني بدأت تبدو مناطق النفوذ متميزة جدا دكتور في سوريا الآن، ما يحدث شمال غرب وشمال شرق، وربما قد تكون هناك ضغوط أمريكية. وأنت تحدثت منذ قليل عن أن العامل الأمريكي في السياسة الخارجية التركية تجاه سوريا هو عامل مهم، ونحن مقبلون على إدارة جديدة يبدو أن للأكراد شرق سوريا وزن فيها. هذا صحيح. طبعا الإدارة الأمريكية القادمة هناك أعتقد أن من أولوياتها أولا موضوع الأقليات بشكل عام، بغض النظر عن موضوع الأكراد أو غير الأكراد. الأقليات يعني أولوية بالنسبة إلى الديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية وبطبيعة الحال إدارة بايدن. وفي هذا السياق طبعا نحن نعلم أن الدعم الأساسي ل ميليشيات PYD YPG تم من خلال إدارة أوباما، وبالتالي إذا ما كان بايدن يعني يسير على نفس المسار في دعمه لهذه الميليشيات فسيكون هناك مشكل كبير جدا في العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وأيضا فيما يتعلق بالوضع السوري. لكن الجانب التركي باعتقادي الشخصي أنه سيحاول تقديم نفسه إلى الأمريكيين على أنه عامل موازي للنفوذ الروسي في سوريا، وأنه يجب على الإدارة الأمريكية أن تدعم تركيا لتحقيق هذا التوازن وإبقاء الضغط قائما على روسيا. وبالتالي تركيا ستحاول أن تقدم نفسها من هذه الزاوية على أنها عامل مساعد على كبح جماح روسيا. ولذلك الجانب الروسي يعني أيضا هذا ما كان يعني هذا السياق الذي كانت تسير به إدارة ترامب. هل تعتقد أن التشكيلة الموجودة الآن تشكيلة بايدن قد تستوعب تركيا في الإطار ذاته؟ أنا لا أعتقد أن يعني لا يمكننا أن نتكلم عن إدارة ترامب، لأن كان هناك عدة إدارات في حقيقة الأمر، والمؤسسة العسكرية طبعا نفوذ إدارة أوباما السابق كان لا يزال موجود فيها وهو الذي يدير اللعبة. يعني الأولوية كانت لا تزال للعامل الميليشيات الكردية، لكن الآن طبعا سننتظر لنرى هل لكن يعني كان هناك انسحابات واضحة لصالح تركيا في أكثر يعني في أكثر من يعني حين عملية نبع السلام على سبيل المثال، وحتى حين حدثت عملية درع الربيع، يعني الحديث عن أنه كان هناك ضوء أخضر أمريكي لتركيا بشكل أو بآخر. دعيني أقول شيء، لا أنا لا أتفق مع هذا التحليل، لأن الجانب الأمريكي انسحب بشكل فوضوي وعشوائي. والملاحظة التي كانت على هذا الانسحاب هو لو أنه تم بالتنسيق مع تركيا وتم تسليم هذه الأماكن إلى تركيا لكان الوضع مختلف تماما الآن، لأنه الانسحاب الأمريكي جزء منه تم تخطيطه وتعبئته بتقدم روسيا ونظام الأسد. يعني هناك أماكن تم السيطرة على قواعد عسكرية أمريكية بالكامل تم إخلاءها، دخل الروس وسيطروا عليها وليس الجانب التركي. وبالتالي هذا الانسحاب كان لحسابات تتعلق بأمريكا وليس لها علاقة بالتنسيق مع تركيا أو بمحاولة حتى إفادة أو دعم تركيا. لكن عندما طبعا
شاهد الأمريكيون أن هناك محاولة تركية لصد التقدم الروسي فيما بعد. هنا طبعا كان هناك حسابات مختلفة لكن لم تكن 100% لصالح تركيا. الآن الجانب التركي سيحاول تقديم نفسه على أنه عامل موازن لروسيا، وهناك في إدارة بايدن من يقول أن الأولوية ستكون للتصدي لروسيا، وإذا ما كان هذا فعلا هو الواقع أعتقد أن تركيا ستكون لها الأفضلية في هذا السياق. يعني ترى أن فرص تركيا اليوم مع هذه الإدارة هي أعلى من الإدارة السابقة، وقد تؤثر بالتالي على العلاقة بروسيا، وهذه النقطة قد ذكرتها منذ قليل وكنت أود التعقيب عليها. إذا كانت إدارة بايدن ستقول أن الأولوية لصد روسيا وليس لدعم الميليشيات الكردية، هذا طبعا أمر غير محسوم، سنرى كيف سيكون الوضع عليه. سأعود في هذا السياق للدكتور عمار لكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد دكتور عمار، أعود إليك في السياق الذي كنا نتحدث به قبل الفاصل وهو موضوع وجود التفاهمات. هل تعتقد أن هناك الآن تفاهمات سواء ثنائية تركيا روسيا بما يخص هذه المنطقة أو تفاهمات أعمق قد تكون مع الجانب الأمريكي؟ اليوم كان هناك زيارة لرايبورن إلى تركيا وكان محور الحديث هو الملف السوري، وتفضل الدكتور علي أيضا بكثير من التفاصيل عما يمكن أن يكون مع الإدارة الجديدة. يعني متفق بداية، لا يوجد هناك أي مشاريع فدرالة في المنطقة، هي مشاريع تزمين للجدران التي تصنع في هذه المناطق خاصة في منطقة إدلب وتجميد هذا الصراع، وبالتالي إلى حين وجود تفاهمات سياسية. يبدو حتى الآن هناك تفاهمات جزئية بطيئة جدا ولا يوجد تحرك حقيقي من الجانب الروسي تجاه أي صفقة. حاليا الروس حتى في جولات جنيف منسحبون من الضغط تجاه أي عملية سياسية حقيقية أو تحقيق حتى تحرك عسكري. حاليا هم ينتظرون، ولا تبدو تركيا أيضا تضغط خلال هذه الفترة. يعني كتب عقيل حسين على سبيل المثال في موقع تلفزيون سوري عن موضوع الصمت التركي خلال الفترة الأخيرة قبل الجولة الدستورية تجاه تصرفات كثيرة قام بها الائتلاف. يعني يبدو إذا كان ما تقوله صحيحاً عن موضوع أن روسيا لا تضغط فيبدو أن تركيا أيضاً لا تضغط. يعني الصمت التركي لا يعني بالضرورة رضا ولا يعني بالضرورة عدم رضا. أعتقد هناك أساليب كثيرة استخدمها الأتراك لإيحاءات كثيرة في هذه المرحلة. هناك جمود، هناك تزمين لهذه المنطقة إلى حين وجود تفاهمات جديدة. هناك فتح لمعبر سراقب مثلا أمس وهو معبر تجاري ومدني وهو يدل على استقرار الأمور، يعني هذا لا يمكن فتحه دون موافقات أمنية عديدة من عدد من الجهات. لكن حاليا الطرف الروسي غير راغب بفتح جبهة جديدة في هذه المنطقة. هو لم يفتح بعد دكتور معبر سراقب، يعني ما زال قيد على وشك، لكنه أحد مؤشرات الاستقرار كما تفضل. نعم. أما على الطرف الأمريكي فأنا يعني برأيي هناك تحركات غير مباشرة، هناك تنسيق أمني مرتفع بالنسبة لعام من الآن. التنسيق الأمني التركي الأمريكي في مناطق إدلب ارتفع، ليس بالدرجة المرضية من الجانب التركي لكن هو في وجهة نظري ارتفع، ومؤشره هو استهداف شخصيات عديدة مطلوبة من مجموعات يضربها التحالف، وهذه تحتاج تنسيق أمني. وأيضا هناك يعني مؤشرات كثيرة على الأرض، منها موضوع رفع حزب التركستاني، وإن كان المجموعات التي في إدلب يعني قال عدد من الأطراف في الإدارة الأمريكية بأنهم غير مشمولين في هذا الرفع، وقال أطراف أخرى بأنهم مشمولين، فهناك غموض حتى إيجابي أو غير إيجابي في جهة تصنيف. ربما هذه الخطوة معني فيها الصين أكثر من تركيا، لكن يعني هناك تفاهمات رفع القيمة الجائزة تجاه تقديم معلومات عن مكان الجولاني. يعني هي تحركات خفيفة جدا لا أرى منها أي جدية حقيقية، خاصة في ظل مرحلة انتقالية في الإدارة الأمريكية. لكنك يعني تتحدث عن تزمين، قد تكون الفترة ليست دائمة، قد تكون هي وضع مؤقت إلى حين التوصل لحل في سوريا، لكن ذلك قد يفرض نفسه أيضا على العملية السياسية. إذا تحدثنا عن الاعتراف بأمر واقع ما على سبيل المثال في الشرق السوري، فهذا قد يؤثر على دخول الإدارة الذاتية في العملية السياسية. و شمال غرب سوريا أيضا هو كان عامل ضغط وقوة وضعف في الوقت نفسه للأطراف.
يعني لا أرغب، يعني لا أفضل بالربط بين شرق الفرات وغرب الفرات، والسبب يعني الدوريات الروسية في الوقت الذي توقفت غربه استمرت شرقه، فأحيانا كثير من التفاهمات الأمنية غير مرتبطة بالشرق والغرب. لكن يعني الربط، يعني تركيا وروسيا في اتفاق سوتشي كان الأمر مربوطا في الطرفين، وهناك تحركات عسكرية أيضا الآن في الشرق في عين عيسى. نعم، لكن هناك الجبهتين جبهات معقدة جدا، وبالتالي كروت الضغط مختلفة عن بعضها البعض. الوجود الأمريكي بلا شك وجود حقيقي في شرق الفرات وله وزن، والتوازنات بالعلاقة مع أمريكا مهمة جدا للطرف التركي، ومهمة من الطرف الأمريكي حاليا على الأقل كما يدعون. وبالتالي هناك التحركات حاليا في شرق الفرات على الأقل لا تنعكس على غرب الفرات. أما ارتباط الملفات بالصورة الكلية فهي ملفات مرتبطة بشكل أو بآخر، ليس بشكل مباشر، ولكن أكيد التفاوضات تجري يعني ليس بمنطق الصفقات وإنما بمنطق التوازن في العلاقات. فعندما يتقدم الأتراك في منطقة يحاول الطرف الآخر استغلال هذه الفجوة، والعكس أيضا صحيح. طيب عقيد عبد الجبار، وسائل الإعلام التركية تتحدث عن إخلاء باقي نقاط المراقبة في المناطق التي يسيطر عليها النظام حتى نهاية العام، ألا يوحي هذا، يعني هي نفس النقطة التي طرحتها على ضيف من إسطنبول، ألا يوحي هذا بأن هناك تفاهم معين يطبق على الأرض ويطبق بطريقة متسلسلة ومدروسة ومتزامنة، يعني تزامن دخول الأرتال والقوات مع انسحاب هذه النقاط وانسحابها بطريقة أنها لا تترك أثرا وراءها حتى الجدران يجري يعني تنزيله على الأرض؟ بالتأكيد كل ما يحصل هو ضمن التفاهمات الحاصلة بين الأتراك والروس، بين في تطبيق لاتفاقيات أستانا وجولات أستانا وتطبيق لاتفاقيات سوتشي، وكما قلت آخرها الاتفاق الأخير في 5 آذار بين الرئيسين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين. وبالتالي هذه النقاط، طبعا التفاهمات ليست دائما موجودة، ربما بعض الأحيان يوجد بعض نقاط الخلاف هنا وهناك، ولكن بالأخير هي تطبيق لكل التفاهمات والاتفاقيات الحاصلة. حتى يعني شاهدنا كل المعارك التي حصلت بخان شيخون ومورك والمعرة وسراقب، وكلها يعني أغلبها كانت هناك انسحابات وتطبيق لهذه الاتفاقية التي يقوم الجولاني وهيئة تحرير الشام بتنفيذ هذه الاتفاقيات. بالتأكيد كما قلت ليس الاتفاقيات في كل مكان، هناك مناطق يوجد فيها بعض نقاط الخلاف، يوجد بعض التعديات، بعض التجاوزات من قبل النظام كما حصل في العام الماضي في شباط عندما قصفوا نقطة المراقبة التركية في بليون في جبل الزاوية. ما زالوا يقصفون سيادة العقيد، يعني حتى النقاط الجديدة التي تنصبها تركيا الآن هناك قصف، صحيح أنه ليس مباشرا عليها، يبدو أن النظام يتجنب ذلك، لكنه يحاول القصف في محيطها، والطيران الروسي موجود في المنطقة، يعني لا يقوم بعمل عسكري لكنه موجود. نعم هذا صحيح، أنا قلت من قبل بأن المناوشات ستبقى، والقصف والضرب للطيران الروسي والنظام سيبقى، وكما قلت بأن لافروف قال لن نجعل أو لن نترك الفصائل الإرهابية تهنأ في المنطقة وتستقر، وبالتالي هو هذا القصف اليومي. بالتأكيد هذا القصف لا يطال النقاط التركية، ربما في محيط النقاط التركية بعض الأحيان. وأيضا هذه رسائل أيضا لأن الملفات ليس فقط شرق الفرات وغرب الفرات مرتبطة مع بعضها، وإنما الروس يحاولون ربط كل الملفات، الملف في ناغورني كاراباخ، الملف الليبي، كلها يحاولون ربطها بالملف السوري. وبالتالي عندما ضغطت أذربيجان وحصل تقدم لقواتها بدعم تركي واضح، حاول الروس هذا جزء من السياق والتزامن الذي تحدثنا عنه منذ قليل. سيادة العقيد، تحدثت عن أن النقاط الخلافية لم تنتهي بين الطرفين، ما هو أبرزها؟ على ماذا يمكن أن يختلفوا؟ يعني موضوع الطريقين الدوليين كان عامل يعني أزم ربما العلاقة بشكل أو بآخر بين الروس والأتراك، كيف يمكن الآن أن يحل هذا الأمر وروسيا مصرة على فتحهما؟ نعم هذا صحيح، واتفاق سوتشي ينص على 6 كيلومتر جنوب الانفور و6 كيلومتر شمال الانفور، وبالتالي يعني وصول النظام الى من سراقب الى
إلى جسر الشغور أو ما بعد جسر الشغور، وبالتالي هذه المنطقة ستصبح جنوب الأنفور منطقة محاصرة، وبالتالي هناك خلاف على هذه المنطقة وعلى هذه النقاط. ما زال الخلاف على موضوع الأنفور والإنفاي وفتح الطرق التجارية، ما زال هناك خلاف على موضوع هيئة تحرير الشام والتخلص من الفصائل المصنفة على لوائح الإرهاب. كل هذه النقاط، هذه النقطة سأذهب للدكتور علي فيها، لكن فقط يعني أود منك إجابة سريعة، هل تتوقع استقرارا كما توقع الدكتور عمار أم لا؟ يعني استقرار نسبي، لن يكون هناك استقرار كامل ولن يكون هناك عودة للنازحين في المنطقة، وإنما بعض الاستقرار النسبي مع بقاء المناوشات والقصف هنا وهناك. طيب دكتور علي، أيا كان الهدف التركي من رسم حدود هذه المنطقة، كيف يمكن التعامل مع المشكلات التي لم تنتهي داخلها والتي قد يستمر الضغط على تركيا من أجل الانتهاء منها؟ وتحدث دكتور عمار عن جانب من ذلك. يعني طبعا كل طرف يمتلك أوراق واستطاعته أن يستخدمها للضغط على الطرف الآخر عندما يكون هناك استحقاقات. ونحن رأينا في بعض الأحيان طبعا يحصل هناك ربما خطأ في الحسابات في أواخر العام الماضي وبداية هذا العام، كما تذكرون حصل هناك تقدم كبير من قبل قوات النظام والقوات الإيرانية بدعم من روسيا، وربما كانوا يعتقدون أنه باستطاعتهم أن يلتهموا أكبر قدر ممكن من الأراضي، و يعني وأن الجانب التركي سيسكت أو يرضى بهذا السيناريو، لكن ما حصل يعني لم يكن أحد يتوقعه. يعني شكل المعركة حتى وطبيعة الخسائر التي تم إنزالها بالنظام السوري وحتى بالميليشيات الإيرانية التي كانت تقاتل معه وبالمعدات الروسية التي تم استخدامها لم يكن أحد يتوقعه. وبالتالي أعتقد أن كل جانب الآن يحاول أن يبني نوعا من التوازن في مواجهة الجانب الآخر. الجانب الروسي أيضا ليس في أفضل حالاته اليوم، إذا ما تابعتم الجهود الدبلوماسية التي كان يعني يتابعها هذا الشهر والشهر الماضي، هو في البداية استخدم طبعا حاول أن يستخدم موضوع إعادة إعمار سوريا من أجل تعويم نظام الأسد وإعادة الشرعية وبالتالي تحقيق المنفعة للنظام السوري والتطبيع الإقليمي والدولي، وفشل. ثم قام مؤخرا باستخدام ورقة اللاجئين وحاول ترتيب أيضا مؤتمر للاجئين واستخدام ورقة والحصول على دعم الدول التي فيها لاجئين سوريين لتحريك هذا الملف، وفي النهاية لإفادة نظام الأسد، لكنه فشل. وكانت إدلب في هذا السياق قد تشكل له أهمية، لأن الضغط في إدلب كان مرتبطا بملف إعادة الأعمار وموضوع اللاجئين وتخويف أوروبا وتركيا من ذلك، وهو الآن يفقده. هل تفقد روسيا يعني ورقة الضغط هذا بهذه السهولة؟ لن تفقدها بشكل كامل، ستبقى تستخدمها. لذلك يعني جزء من إعادة التموضع التركي الآن من الناحية العسكرية والجغرافية يعني يأتي استباقا لإمكانية استخدام روسيا أو النظام السوري أو إيران لمثل هذه الورقة، وبالتالي تحصينها ومحاولة نزع هذه الورقة من الأيادي الروسية. لكن يعني أنا كما قال العقيد، هو قال أنه لا يوجد قوات روسية على الأرض، روسيا ليست بحاجة إلى قوات على الأرض، موجودة الميليشيات الإيرانية ونظام الأسد، وهي باستطاعتها التخريب من خلال القوى الجوية أو الضغط على الجانب التركي. لكن الآن يحاول أيضا الجانب التركي أن يحقق توازن مع روسيا في عدة ساحات، بحيث أن الجانب الروسي يعني إذا كان يحسب حسابا مرة واحدة في مواجهة مع تركيا، الآن سيحسب ثلاث مرات، وبالتالي محاولة تجميد الوضع وتحقيق الاستقرار، لأن مصلحة تركيا هي في تجميد الوضع حاليا ومنع وهيئة تحرير الشام. هل يمكن أن يجمد الوضع بوجودها؟ وتحدث الدكتور عمار عما يجري من ضغوط حتى أمريكية، الحديث عن أن الجولاني مطلوب والمكافآت المالية، والحديث عن تركستان وغيرهم والإرهاب في إدلب. نعم، أعتقد أن ملف الجماعات المتطرفة الإرهابية شكل صداع يعني للجانب التركي، لأن يعني كل الثيم الروسي أو إذا أردنا أن نقول الموضوع الروسي كان يستخدم هذه الجماعات كذريعة من أجل دعم نظام الأسد والتقدم ميدانيا على الأرض، وفي نهاية المطاف بعد هذه الجماعات لم يتم حل وضعها إلى اليوم، بالتالي ستبقى تشكل عبء على الجانب التركي. الجانب الروسي قد يعني يزيد ضغطه في محاولة لدفع تركيا لكي تقوم هي بمهمة ما من الناحية العسكرية ضد هذه الجماعات، لكن لا أرى أن هذا سيحصل خلال مرحلة قصيرة. أيضا هناك أمر ثاني، يحاول الجانب التركي استغلال أيضا هذه الورقة من خلال
تقوية التنسيق الأمني مع الجانب الأمريكي ومحاولة استهداف بعض العناصر التي قد تشكل يعني السياق كاملا. هل تتوقع منه أدوارا أكبر لتركيا في الجانبين العسكري والسياسي السوري وبجملة واحدة لو سمحت؟ أعتقد أن الوضع يعني سيبقى على ما هو عليه إلى أن تحدد الإدارة الأمريكية مسارها ويتم بناء يعني على الشيء مقتضاه كما يقال في ذلك الوقت. طيب دكتور عمار، يعني أود منك نقطة أخيرة، إذا خف الضغط عن إيران مع الإدارة الجديدة كيف يمكن أن تنعكس في هذه المنطقة لأنها قادرة على تخريب أي تفاهمات أو اتفاقات فيها؟ تحدثت دراسة لمركز جسور عن وجود عشرات النقاط لحزب الله في حلب على سبيل المثال، وهنا نتحدث عن نقاط تماس طويلة أصبحت مع الجانب التركي. يعني الجانب الإيراني بلا شك هو أحد أهم المخربين في المشهد السوري، لكنه أيضا بدأ منذ مدة طويلة من عدة سنوات تغيير قواعد الاشتباك للقوات الإيرانية عبر الاتجاه إلى الجانب المدني والاختراق المؤسسات السياسية والاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها في مناطق عديدة في سوريا، وبالتالي الاتجاه الإيراني هو للأسف سابق لكثير من الاستثمارات التي اقتصرت على استثمارات عسكرية سواء كان الجانب الروسي أو الجانب التركي أو غيره من الأطراف. بكل أسف الإيرانيين يعني سبقوا كثيرا من الأطراف في جوانب أخرى، لكنها تبقى من ناحية عسكرية أيضا مهدد على الأقل مخرب، لكن حاليا يبدو أنهم منكفئون حاليا خاصة من الجانب المالي بأنهم لا يملكون قدرة على صرف أموال في إدلب، حتى في حال انضمت هذه المناطق فستبقى خرابا ولن يستطيع النظام ولا الإيرانيين الاستفادة من هذه المناطق. في حال صار في إفراج عن أموال إيرانية فقد يدفعهم ذلك إلى مزيد من المناوشات والتخريب. قد يكون ذلك أدعى إذن لمزيد من الاستقرار لأي تفاهم. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عمار القحف المدير التنفيذي لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية، كنت معي عبر سكايب من اسطنبول. أشكر أيضا للعقيد عبد الجبار العقيدي المحلل العسكري ضيفي من غازي عنتاب عبر سكايب، وللدكتور علي باكير أستاذ العلاقات الدولية في مركز ابن خلدون بجامعة قطر كان معي من الدوحة. الشكر موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، انتظرونا الأربعاء القادم في موضوع جديد. إلى اللقاء.